الاستثمارات في الصناعة الغذائية. تحديات قطاع السياحة في الجزائر والدور المحوري الذي من شأنه أن يلعبه في النهوض بالاقتصاد الوطني هو ما عاد إليه المشاركون في ندوة علمية نظمت إحياء لليوم العالمي للسياحة تحت شعار السياحة لتحقيق النمو الشامل. ثلاث محاور أساسية وهو دور السياحة في التنمية الاقتصادية باعتبار أن السياحة تؤثر وتأثر في الاقتصاد، كذلك تأثير السياحة في الجانب الاجتماعي ودورها في تحسين نمط وحياة المجتمعات، وكذلك دور السياحة في تحسين والمحافظة على البيئة. المشاركون أكدوا على ضرورة النهوض بالقطاع كواحد من محركات النمو الاقتصادي الاجتماعي والبيئي التي من شأنها تحريك عجلة الاستثمار وإنعاش سوق الشغل من خلال ترقية وتطوير المنشآت السياحية. يمكن لقطاع السياحة أن يعزز من مصادر الدخل وخاصة لدى الفئة الهشام من خلال خلق مناصب شغل في المناطق الريفية والمناطق الداخلية خاصة، وهذا من خلال دعم عناصر الجذب التي تمثل الصناعة التقليدية والحرفية أحد روافدها. الصعيد الأول هو الترويج السياحي والتعريف بالمناطق السياحية الموجودة في الجزائر. لماذا؟ لأن الجزائر اليوم تتوفر على معروض سياحي ضخم وهام ومتنوع لكنه مجهول، لا بالنسبة للساكنة ولا بالنسبة للخارج. هذا عنصر أساسي من عناصر. العنصر الثاني هو أيضا هو ترقية ما يعرف بعناصر الاستقطاب والاستقبال السياحي. أشغال ندوة جاءت ضمن برنامج الديوان الوطني للسياحة احتفاء بالسابع والعشرين سبتمبر، والذي سيشمل تنظيم أبواب مفتوحة على السياحة والصناعة التقليدية بمشاركة الفاعلين في القطاع.